أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية في صلاة الجمعة من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة أنه يصليها ظهرا. يقول: إذا دخل مع الإمام حال سجوده في الركعة الثانية وهو لا يعلم أنها الركعة الثانية، فهل يجوز له أن يحول نيته من صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر أثناء الصلاة؟ تكون نافلة، لازم ينوي الظهر عند تكبيرة الإحرام. إذا دخل فيها وما يدري وتبين له أنه فاتت الركعة الثانية تكون نافلة، صلاة نافلة. نعم.